هذا البرنامج برعاية عسلامة ومرحبا بكم في كوجينة اليوم. مع بعضنا اليوم باش نشوفوا شربة كيف نحبهم أنا، اش معناتها فيها ما يتاكل وما يتشرب، باش نعملوها باللحم المفروم، باش نعملوها زادة كيف كيف بالمقرونة. بالطبيعة باش تبدا بيان سور فيها الهروس، فيها الدوبل كونسنتري توماط متاع ستيكاب، وفيها كما قلت لكم اللحم المفروم. المرة هذه عندي معايا الرحايا متاع مولينكس باش نوريكم كيفاش ساهل ياسر ودايغ أحلى. أحسن حاجة كي تحبوا تعملوا دي غوسيت باللحم المفروم، سيكو تبدا عندكم رحايا في الدار، باش تبداو متأكدين 100% من الفريشور نتاع البرودوي المنتوج نتاعكم. ومن بعد الفاصل باش نعملوا تشيز كيك، باش نعملوه بالتفاح، باش تشوفوا كيف كيف أون غوسيت سهلة ياسر وبنينة. أما توت سويت باش نبداو في المقرونة. دونك أول حاجة باش نعملها هي اللحم، وهوني نأكد نحيو المعظمه نتاع اللحم قبل ما نحطوها في الرحايا بالطبيعه. ومن بعد ساهل ياسر، حطوا طرف الحمل اوب، فوالا اللحم نتاعي تفرم. وتوا باش نبداو في الروسيت اللي هي راهي ساهله ما فيها حتى شيء. زيت نجمه، دونك زيت نجمه، نحط ديريكتومون اللحم المفروم نتاعي، لازم الزيت يبدا سخون، ما لازمش اللحم المفروم يخرج الماء، دونك خليوه هكايا بالزيت سخون يتقلى شويه. وديريكتومون باش نزيد المكونات الاخرين اللي هما البصل، يبدا زيت سخون ما نخافوش، نحطوا كل شيء، كل شيء باش يتقلى مع بعضه. الثوم، هلا مش سايب الماء، لازم يقعد هكاكا اللحم مفروم كامل. عندنا فلفل قرين، فلفل كيما هكا من غير ما نصعبوها الحكايه، بالمقص تك هذوما الحمر ما فيهمش برشا زراعه، دونك نجمو نعملوها هكا. ديجا الريحه تهبل، الفلفل والبصل والثوم. ناقصني كان باش نحط مغرفه تابل، ملح، فلفل اكحل متاع ايبيسي سافور. وتوا نجيو للهروس وللطماطم كونسنتري تاع ستيكاب، حطوا مغرفه معبيه طماطم كونسنتري ما اكثرش زاده. والهروس انتم كيفاش تحبوا تحرحروه، انا نحب نحرحرها برشا، دونك كيف كيف باش نحط مغرفه معبيه. فوالا خرجت الريحه، عرفتوا لي الكوجينه هذه بنينه، وقتها نمرقوا. ذكركم اللي هي شوربه، دونك مش نمرقوا برشا، انا راني عمري ما نردها
مي هياسر، حتى الشربة نحبها تقعد شادة روح. نمرقو نخليوه يطيب لمدة أبوبخي 5-10 دقائق، ومن بعد باش نزيدو المقرونة وردة 6 دقائق تيب شوية معدنوس ويحضر. واستنوني على خاطر بعد الفاصل باش نعطيكم الغوسيت تاع تشيز كيك. ما زلتوا معنا في كوجينة اليوم. انا ما بقى لي كان باش نحط المقرونه هذيا تاع الورده، نحط كميه صغيره 6 دقائق وباش تحضر الشوربه نتاعنا. الشيره الاخرى قلت لكم تشيز كيك، تشيز كيك ساهل ما فيه حتى شيء. اسمعوا مليح المكونات. حاجتنا بدو ميلكانا كيف من هكا كابتين، زوز باكوات عليهم كابتين اعظم، بور لانستون ساهل. عليهم باش ناخذوا 100 غرام سكر محور، وانا باش نزيد هكا شويه فازيت. حطيت التفاح والباز بيان سور نتاع التشيز كيك اللي هو البسكوي، حشنا بالبسكوي سايده، حشنا بالريجينا، وحشنا بشويه ان تو بتي بو دو سكر برون باش نحطو انا فوق التفاح. تشوفوا من بعد. دونك اول حاجه باش نحضروها هي الباز نتاع التشيز كيك. دونك متكونه من بسكوي سايده، فوالا نورمالمون لي بسكوي نتاعنا ترحاو. الوغ كل واحد وكيفاش يحبهم، فما شكون يرحيهم كومبليتمون، فما شكون يخلي دي بتي مورسو. انت وشنو تحب في الباز نتاع تشيز كيك؟ فوالا حطولو الريجينا ذايبة شوية، فما بارتي خلطتها معاه وبارتي نزيدها من بعد. وناخو المول نتاعي خلط مليح باش تولي لي كيف ما اون بات. فوالا كي تولي كي البات هكا نحطوها في المول. لازم تكون كلها مبلولة بالريجينا البسكوي نتاعنا. من بعد لي ديات يخدموا شوية. هذايا الباز الاولانيه نتاعنا. من بعد على الباز هذايا انا باش نزيد من لوطا تفاح. هونياك انتوما بيان سور في الدار اللي تحبوا الغله اللي تحبوها، ايفيتي شويه البنان على خاطركم باش ندخلوا باش نطيبوا سي ان شيز كيك كوي، دونك باش ندخلوا للفور. دونك البنان باش يطيب ياسر، كوكو ينجم يكون بنين زاده طيب. مشكلة كيف نحطوهم التريفات على خاطر كل شيء باش يتغطى بالاباري تشيز كيك. تشيز كيك نتاعنا راهو بريسك في. باش ناخو ان بول ان فوي وتوا باش نبدا نخدم. اول حاجة ناخو الكابتين عظم وباش نحط معاهم السكر المحور. خلطهم مليح. وباش نزيد معاهم شويه شويه سكر القصب السكر برون باش نحطو على خاطرو بنين ياسر ويعطي مطعم للتفاح. دايوغ باش نحط زاده شويه فوق التفاح ديريكتومون، يعطي مطعم كاراميليزي شويه.
وتوا الميلكانا، دونك قلت لكم زوز بكويت ميلكانا. شيز كيك حضر، قالي كان باش نحطو في الفور. الفور نتاعي لو حاجه مهمه كي نعملو تشيز كيك، الفور ما لازموش يكون سخون ياسر، لازمو يكون في 160 ونخليوه لمده ابوبري 30 دقيقه. وان لو سورفي ما نحبوش يحمر من الفوق، دونك كان يحمر لي من الفوق نقص شويه من الفور. فوالا، دونك لو طون اللي هذا ندخلو للفور مقرونه طابت، فالشربة اللي بالمقرونة طابت، من بعد نخليه يبرد مليح 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 قبل ما نديموليه. التشيز كيك طاب ريت محمرش من الفوق، والنجم نشوفوا أكيد التفاحات اللي حطيناهم، خليته يبرد كومبليتمون. ومن بعد ما برد باش نكمل نحط له جوز شوية فاكية من الفوق، شوية برك فستق ايبيسي سافور. المقرونة الجارية هذيك اللي عملناها بالحمل المفروم زادا كيف كيف، باش نعمل عليها كيف ظاهر لي، خاطر حاجة محرحرة، حاجة بنينة، حاجة سخونة، هذاك هو اللي نحب عليه توا. اي فوالا، بنين ساهل، وسورتو تنجموا تعاودوا تشوفوا الحلقة متاع اليوم على الباج فيسبوك متاعنا كوجينة اليوم. يا جماعة ميرسي اللي تتفرجوا فينا، وميرسي زادا كيف كيف كي تتفاعلوا معنا. أنا مبقى لي كان باش نقول لكم نهاركم زين، باي باي. هذا البرنامج برعاية